شوف انا قبل ما نجي لهوني اتصلت بسليمان كوليبالي وعلمته كونه راهو باش نتكلموا في الملف نتاعو، لانه واجبي المهني والاخلاقي يفرض عليا كوني ناخو الترخيص من عند الملاعبي الحال باش نجم نحكي في الملف نتاعو، سينو ما نجموش نتكلموا في ملفات الناس. وفي مانيش باش ندخل برشا في التفاصيل، ومانيش باش نحكي على نوعا ما على الاستراتيجية اللي خديناها من الاول، خاطر تعرف كي نحكي على استراتيجية سي ان دوسي اللي مازال ومادام ما وصلناش لنهاية الاتفاق اللي هو يوفى في ديسمبر 2021، يعني يقعد ديما الدوسي محلول. مش معناها محلول، معناها الاتفاق مازال تنقص فيه حاجه عنصر ولا بند ولا صح. ما نجم نتكلم على ملف اللي تسكر الا بعد ما الطرفين اللي هما النجم الرياضي الساحلي والاهلي المصري الاثنين يوفيوا بالالتزامات نتاعهم تبقى البروتوكول داكور اللي عملوه. كي نرجع كيفاش بدات الحكايه من الاول، لا قلنا استراتيجي ما نجمش كيفاش بدات الحكايه، معناتها بعد ما فما وقتها رئيس فرع كرة القدم سي المهدي الرجيمي وقتها نسق مع الكابتن هما يسميوها خالد مرتجي. خالد مرتجي وهذايا المصري، اي وهذايا معناتها من خيرة الناس وانسان محترم برشا داير، نحييه على خاطره زاد حتى هو كان متعاون معنا. دونك اتفقنا مع سي مهدي الرجيمي ومشينا قابلنا سي خالد مرتجي في تونس العاصمه وتكلمنا في الموضوع. بقى بيان سور معناتها انا من 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 جهه سليمان كوليبالي، يعني مانيش من جهه ليتوال. ليتوال عندها انت تمثل الوكيل نتاعك اسمه سليمان كوليبالي، وليتوال عندها خلينا نقولوا الاستاذ حمود ابو عزه اون طون كو رجل قانون، ومعاهم سي مهدي العجيمي رئيس الفرع. الكوميسيون كلها هي معناتها تدافع على ليتوال، ولكن وقتها قاعدين نتكلموا وقتها معنا اما اتفقت انا وسي مهدي العجيمي باش نتلاقاو معهم. حكينا مع سي خالد مرتجي وكان شرطهم الاول هو كونه فما طرف اخر اللي هو باش يكون ضامن في حق الاهلي، في حق كوليبالي مش في حق الاهلي. في حق كوليبالي. اش معناها؟ معناها ما عادش عندهم الثقه في كوليبالي وما يحبوش التعامل مع كوليبالي. قال لك اعطينا شخص اخر اللي يضمن كونه اذا كان باش نعملوا اتفاق يضمن كونه الاتفاق هذا كيتم. معقول. ما نجموش توا نعملوا اتفاق مع كوليبالي. باهي. تبقى شنو احنا المشكل الاصلاني؟ المشكل الاصلاني هو المبالغ اللي محكومه ضد كوليبالي. باهي. سمعنا سي خالد مرتجي وشنو حتى كي لمح المبالغ. لمح المبالغ يعني يلزم لهنا واحد يفهم كونه ما يلزموش عندك مبالغ ما يلزمكش تطيح عليها وعندك مبالغ زاده ماذا بيك ما توصلهاش. قعدنا الحقيقه بعد ما تكملنا معاه وراهو اوزن نحط اونت بارونتيز ولا اون فاكتور نحط راهو كل شيء يتم الا وترقاني منسق مع ليتوال. فهمت معناها فما تنسيق خلينا نقولوا يومي شبه صحيح. يومي وكل اون فاكتور باش تبدا الناس كل تعرف. وبطبيعه الحال السي رضا معناتها يبدا يشابوت الموضوع ديسيجن والمواضيع والاعضاء اللجنه الاعضاء الهيئه المديره بطبيعه الحال ديما يجتمعوا وديما معناتها قرارهم وقتها باش ياخذوه يشوفوا لو بور لو كونتر. بعد ما توصلنا على اساس انه تحل سي الموضوع وباش ندخلوا في النقاشات وخاصه في النقاشات الماليه هذيوم، اتصلت بالمحامي السويسري محامي النادي الاهلي واقترحت عليه كونه نعمل له بروبوزيسيون اقتراح معناها مكتوب ونقول له معناتها كيفاش باش ننسق مع النجم الرياضي الساحلي وباش نتفقوا كيفاش هل انها الساعه هي تقبل المبدا كونها تضمن او كونها يعني البران اون شارج التعهدات الماليه نتاع كوليبالي هذوما. ليتوال وافق ولكن قالت لك سا ديبون من المبلغ قداش باش يكون يا خويا، اذا كان باش يكون 500 600 فتتر الله يبارك، اما باش نحكي ولا مليون و400 الف دولار
هذا لا سبيل اليه فوق الطاقه خلينا نقولوا نتاع جماعي. انا شعملت حضرت بروجي نتاع بروتوكول داكار وبعثته للمحامي السويسري وحطيت فيه كونه معناتها راهو اتفقنا مع النجم الرياضي الساحلي وراهو وصلنا كونه النجم وافقت على انه باش يكون المبلغ 800,000 دولار. هذا اللي نجمت نوصل معهم قلت دونك نشوفوا. بعثنا لهم وما كانش فما رد بوزيتيف ويعني ما سلبي ولا ومش سلبي برك سلبي وكثرت بوليميك وكانوا النجم الرياضي الساحلي ماهوش مهني ضروره وتعرف هذوما معناتها كي ديما باش تعمل ديما باش تعمل اتفاقات وكل لازم تجس النبض قبل وتشوف معناتها كل واحد اتجاهات وين ماشي. المبدا هو كونه اللي 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 فرحنا به هو كونه ليتوال تقول لك اوكي جو في بروندر ان شارج لو جوار مي ا كونديسيون هذوما الامور الماليه. إلا فالو نستناو تقريب ممكن شهرين أو أقل شوية باش حتى كشي معناتها نعاودو ندخلو مرة أخرى في الـ في الـ في لي نيغوسياسيون هذوما. قعدنا نستناو لين زاد شافوا اللي الحالة الصحية نتاع كوليبالي وقتها معناتها ماشية في التحسن. خاطر زاد يقول لك أنا ما ناخوش الريسك باش نلعب جوار اللي هو مضروب من بعد أنا باش نقوم ناخذو أون شارج شنو اللي باش يجيبولي هو وشنو اللي باش يربحني. وبيان ايفيدامون كان لونجو هو الكوبا راب والشامبيونز ليغ جايين معناه وقتها 2019-2020. دونك قلنا اي يلزمنا قبل سبتمبر يقع التاهيل نتاعو ويلزمنا نلقاو حل مع الاهلي قبل سبتمبر. الحلول هذوما كل ما كانتش موجوده على اساس انه المبلغ معناتها يتسمى شوي. جات وقتها الفرصه كونه باش نمشيو انا وسي المهدي العجيمي مشينا قابلنا الإدارة نتاع الأهلي ومشينا وقتها ساكونسيد وقتها مع ماتش شباب الأردن في الأردن. دونك وصلنا للقاهرة فما نقطتين فتهم لكونه وقت اللي اجتمعنا مع الهيئة المديرة ومع الهيئة القانونية وقتها بيزمنا نتفقوا على شنو المبلغ الماكسيموم اللي يزمنا نوصلوا له وشنو لي كونديسيون فينانسيير زاد نتاع الكونترا نتاع جوار. اكيد على خاطر يجي يقول لك اي باهي انا باش نخلص عليه الفلوس هذوما وكيفاش باش يكون الخلاص نتاعو وشهريته قداش باش تكون وكذا معناها باش يتكلف برشا. وصلوا حكاو مع الملاعبي وفهموه شنو هي الوضعيه نتاعو واتفقوا على ان سالير بيان ديتيرميني وكل وماك السالير هذاك باش يقصوا له الفلوس اللازمه اللي باش تخليه منه هو ينجم يعيش نورمالمون ومش معناتها مش في بذخوه نورمالمون بلا سالير نتاعو برشا كلام على السالير نتاعو لو تعطينا ما نعرفش بيان سور ما نجمش نعطي ما تعطيش الموضوع مي فما عنصر هنا برشا انا باش نقول لك السالير نتاعو قداش قداش لا فما اجابه باهيه فما اجابه اذا كان عاد اذا كان باش نجاوب قداش وصلنا عاد شوف لا انا اللي انبهتني هو الجوار قبل كونه باش يلعب بان سالير اللي هو ما تنجمش تتخيلوا في مخ قداش معناتها طيب معناتها المستوى ضعيف بالقرار اللي كان يقوم فيه قبل ناكلك اللي فما دي جوار معناتها ساعه هذه عمري ما ريت جوار انترناسيونال ياخو سالير كيما هكا هذا مش مبدا واضحين. وبالنسبه لنا احنا يظهر لي اذا كان ما نقولش معناتها 90% كونه اقل حتى من لي جوار انترناسيونال اللي يلعبوا في لي سبور دو سال حلل وناقش معناها افهم وحدك لو ساكريفيس اللي عملوا جوار هذايا ريان كو بور سوفي لا لا متر باش نعاودوها بعد اذنك باش نعطيو المعلومه كما ينبغي معناها تو حسب كلامك كوليبالي سليمان كوليبالي اقل ملاعب محترف في النجم الرياضي الساحلي في لي كات سيكسيون فوتبول باسكيت هون وفولي تقريبا اقل واحد نقول لك في تحكي على السبور دو سال النجم نقول لك يا اما اقل والا قد ماكسيموم زاد ماكسيموم واضح دونك مانيش مطلع على لي سالير الكل اما وقتها يكلمني سي مهدي العجيمي يقول لي راهو فما سي انيس بوجلبان راهو قاع الاتصال به وراهو اتفقوا كونه معناتها باش يعاود يحل الملف مع الاهلي. اتفقنا كونه باش نمشيو انا ومهدي العجيمي وانيس بوجلبان وانيس بوجلبان الحق معناتها
نحييه على خاطر تبارك الله ما شاء الله هاك الراجل قديش متربي وقديش متخلق وقديش تحية لحزب جلبان لأنه بالحق قديش ظهر روحه تونسي قطع نظر على انتمائه ظهر روحه تونسي يدافع على فريق اللي ما عنده به حتى علاقة ويدافع على علاقة الوطنية صحيح c'est ce qu'on a constaté chez le captain Boujelbani عيطوا له هما الحق واكتشفنا زاد قيمته الكلمات يعني قول ظاهر انه تونسي ظاهر تونسي بالحق وكان متعاون معنا برشا ولذلك مشينا لمصر وقابلنا بطبيعه الحال ملي هبطنا في الطياره من الكهرباء اللي جاتنا طول نمشيو وقتها 7 أو 8 من الليل نمشيو لدار الأستاذ عدلي القيعي هدايا المستشار القانوني والإله الأمور القانونية متى النادي الأهلي نمشيو للدار وهو لخاطر عنده تصوير برنامج 11 من الليل معناتها يلزمنا فك الوقت هذاك وتعرف باش تمشي من المطار والعدلي القيعي يسكن في هذه مدينة شيخ زايد يعني من أول القاهرة لآخر القاهرة il a fallu 2 heures de temps معناها باش وصلنا للوقت باه قعدنا في النقاشات وقعدنا في نحكيوا على الثمن وعلى كذا وكذا وانا ومهدي النعجيمي نتعاركوا انا ندافع على الكليون تاعي وريالمون راهو مش بالحق ما نتقع ندافع عليه بالحق اللي زاد حتى هو زاد مضرور صحيح بتاتر هكا ان كوتات اللي عملوا اللي خلاه يتصرف بطريقه ذيك مع الاهلي وغيره بتاتر طيش بتاع شباب بتاتر معناتها نونشالونس ولكن وصلنا الاتفاق كونه على مبلغ معين الاتفاق هذا كونه وصلنا من 800 هذوما طلعنا حتى كشي المليون دولار به على اساس انه من غدوه الصباح باش نتلاقاو قبل ما خاطر العشيه طياره من العشيه هي باش نمشيو للاردن على اساس انه باش نجتمعوا وباش نعملوا ان بي في هذا محضر جلسه ندونوا فيه كل شيء به اتلاقينا كيف حاولنا جبدنا عملنا ولكن وسي مهدي العجيم باتصال دائم معناتها مع سيري دار الدين اللي هل انه معناتها موافق على هذا هو كذا وصلنا المليون و100 الف دولار وسكرنا الملف وعملنا بي في وكيفاش طريقه الاخلاص نتاعهم وطريقه التقسيط نتاعهم به بعد ما بعثنا البروجي نتاع البروتوكول داكار وقت اللي روحنا لتونس يجاوبونا قالوا لنا راهو ما نجمناش نهبطوا في الثمن هذاك لانه تعرفوا اللي الاهلي راهو داخله فيها وزاره الشباب والرياضه وتنظم وكذا وراهو يعتبروه كالمال العام واضح ولذا رحنا ما نجموش نتيحوا على المبلغ هذاك ليتوال لهنا نحن حاجتنا خاصه بالتاهيل نتاعو ليتوال لهنا سكرت الباب ولو جوار معناتها يل فابير توت سا كارير زاده معناتها ما عادش باش يلعب كره دونك وقت الكوميسيون ديسيبلينير باش تهبط القرار معناتها كونه سيسبون ديفينيتيفمون باه من بعد قعدنا تقريبا اسبوعين او ثلاثه من بعد عاود اتصلت بانيس بوجلبان وقلت له معناتها شنو الحل قال لي راهو تحب نعاود نفتح معاه موضوع كلم الخطيب الكابتن خطيب ما كان زاده ما سكرش الواحد الموضوع عاود دخلت معهم في اتصال قلت لهم توا اعطوني الحل كيفاش نجم يرضي الساحل يسكر الباب قلت لهم راهو سكر الباب توا لا نجمنا ندخلوه للليتوال ولا انتم ما ترضيتوا بمبلغ مالي معناتها انتم تحكيوا على المال العام هيك مش تخسروا المال العام الكل هنا في بلاص ما توافقوا على مبلغ كيما هكا وش عندنا في الجوار خسرتوه المال العام الكل عاود ندخلنا في نقاشات عاود دخل خالد مرتقي في الموضوع بطبيعة الحال وقبلها شرطوا علينا قالوا لنا اوكي اما مليون و400 الف عملنا البروتوكول داكور وكل اي قالوا لنا تو باش تعطيونا مع طريقه خلاص اعطينا لي سيشونس اللي باش خلصوهم من بعد قال لك تعطينا مقابل هذا شيكات انا شيكات قلت قانونيا ما تجيش شيكات اخي عندي شيكات انا باش او الليتوال عندها الحق باش تكسب صياغ الشيكات معناتها باش تتخلصهم من برا ممنوع قانون ممنوع قال لك يا خويا مالها تعطيونا ضمان تخلينا تعطيونا كوسيون بانكير يا ودي اذا كان عندك كوسيون بانكير راهي الليتوال خلصتك طول اذا كان جاو موجودين المبلغ هذا حاصل دخل سي خالد مرتقي وعاودنا وصلنا الحل وكان متفاهم وكذا وعاودت انا توجهت لمصر ووقتها كان مع البريود نتاع القرعه نتاع الشامبيونز ليغ اكيد توجهنا انا والمتر حمود ابو عزه الاستاذ حمود ابو عزه زميلي نحييه
وتلاقينا مع سي خالد ملتقي وتممنا الاتفاقات هذوما كل وتفهمنا كونه البروتوكول داكور باش يحضر كيما اتفقنا عليه وفاء اغلق الملف ولا ورجعنا وخذينا وعملنا البروتوكول داكور وبعثناه لهم ووافقوا عليه وصحوا عليه وبعثونا وصححنا. بقات لهنا التأهيل نتاعو خلينا نقولوا محلي ومن ثم التأهيل دي. التأهيل بطبيعة الحال بعد ما توصل لهم ان شاء الله القسط الاول. القسط الاول علاش بطالي؟ لانه برشا ناس يتحدثوا على الجامعة على الفيفا وقت اللي القسط الاول ميزة الموصل. برشا اجراءات راهو فهم برشا اجراءات راهو معناتها لازم تعرفوا. اول حاجة ساعة وقت اللي صححنا على البروتوكول هذايا نهار الصباح نتاع اللي يصير 11 في الدين وقتها باش يقدم استقالته. راهم بعد كي اتصلت بسيريدا يا سيريدا قلت له يا اخي كيفاش تو نصح ولا قال لك كوليبالي ما نحرمش الجمهور من لاعب كيما هذا ولذا انا نتحمل مسؤوليتي. يعني رضا شرف الدين باش يتحمل التبعات الماليه نتاع الملاعب هذا انا ما نقولش هكاك انا نقول اللي قالوا لي هو قال لي ما نحرمش النجم رضي الساحلي من لاعب كيما هذا معناتها اللي خلاني وقتها صححنا البروتوكول وبعثناه لهم مصحح وكذا توا التأهيل يقع دفعا القسط الأول اللي هو تعرفوا الإجراءات راهي طويلة راهي باش تحول الأموال راهي مهيش شركة راهي جمعية لأنه ما فماش فما إجراءات يزمها تاخو تحترم يزمها تحترم تقريبا وقتاش تغلق متر الماكسيموم بوتيتر برا باش نكون بيسيميست أسبوع أو عشر أيام أسبوع عشر أيام من بعد كيف تجي ورقة من عند الفيدراسيون إيجيبسيان معناها من عند الجامعة المصرية هذا مش مربوط بالتروش فما تروش موجودة راهو الكاليفيكاسيون تاع جوار راهي تبدا ابارتير من لو 2 جانفي جوسكو 31 راهو ماهيش مربوطه صحيح الاهلي معناتها متفقين معاها وكذا ويلزم يقع الدفع عن القسط ولكن التاهيل نتاعو بطبيعه الحال وقت اللي باش تدفع القسط الاول وقتها باش تلي باش تبعث الانستركسيون او الدوموند اللي تبعثها للجامعه كونك تحب تاهل جوار واللي هي باش تبعث معناتها باش تقيدوا على في التي ام اس وكل وهي باش تبعث تطلب السي تي هذا كان بطبيعه الحال نورمالمون ما يخوش 48 هذايا سينيا با دو دانسيدون اذا كان فما انسيدون ولا حاجه كلكونك وقتها معناتها تتولي بالقانون وكل تمر عن طريق كل الفيفا وعن طريق اللي باش تخليك انت تولي تاخذ شويه وقت تاخذ شويه وقت لكن اعرف اللي ما تفوتش 15 جور معناها اون كانزين دو جور نحن اليوم لو 15 ماكس لو 28 شوف انا ما عطيتكش انجيماتور ما عطيتك تقريبا وراهو هذا راهو ديما يرجع للاداره راهو انا اداره النجم الساحلي انت تحكي كموكل بيان سور انا ما نتكلمش اداره باهي حلو برشا الصوره اللي عطاها لنا هذا الواقع نتاع كوليبالي باش انا نستناش او فيفا او جامعه او غيره راهو يعني ما تتصوروش كيفاش باش تقنع النادي الاهلي وتبارك الله كفريق وكمؤهلات وكمعدات وكانفراستركتور وغيره اكيب كيما هذه وباش توصل تقنعها راهو سنتي با فاسيل انا باش نقول لا شك في ذلك انا عندي برشا كلام مع سعاد العجيمي ومع سعاد الغيث وقتها حضروا هذوما الكل ومن بعد لايتي معناتها كلوتوري وبنجاح نسميوها الحمد لله مع سي حمود ابو عزه وقت اللي تواجهنا معه لا وهرب متر هو هرب من الاهلي معناتها هو هرب زدت لنا ثلاثه دقائق حاب ناخذ انا ما نقولش هرب انا نقول بتتر يا اما خاطر هو صغير وقتها يا اما غلطوه عطاوه معناتها دي فوس بروميس وكل شيء والا يكون معناتها الجو سوء تصرف خلينا نقول وبيد ولات عنده لا ماتوريتي تخليه الرجل وافق حتى على سالير او كان يحكي توا 25 توا معطيات اخرى لكن دور الجمعيه هم برشا